أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المستمرة للحرب وفي آخر التطورات. وفي مؤتمر صحفي مع نظرائه العرب، بلينكين يعلن أن بلاده تدعم هدنات إنسانية ويعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة سيمكن حماس من إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات. أما وزير الخارجية الأردني يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقبل قليل كتائب القسام تطلق صاروخ عياش 250 بعيد المدى اتجاه إيلات جنوبي إسرائيل وسط استمرار التوغل البري للجيش الإسرائيلي وقصف سلاح الجو للقطاع، وعدد القتلى يتجاوز 9400 قتيل. أرحب بضيفي بداية عبر الهاتف علي واكد، المختص في شؤون الشرق الأوسط. علي، لتحدثنا عن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزراء الخارجية العرب. يعني أعتقد أن أمرين أشار إليهما الوزير بلينكين يلخصان باعتقادي المؤتمر الصحفي المشاورات الأمريكية العربية، وباعتقادي يعطيان إشارة إلى أين تسير الأمور. حينما يقول الوزير أنتوني بلينكين أنه لا يمكن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 7 تشرين، وحينما يقول أن وقت إطلاق نار سيمنح حماس إمكانية ترتيب صفوف، هذا يعني أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم كل الدعم وكل المساعدة لإسرائيل للمضي قدما في خطتها العسكرية التي قالت حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي أنها تهدف لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة. باعتقادي يعني هذا هو عنوان اليوم وعنوان الأيام القادمة، أي أنه في ظل كل الحديث والتقارير والأنباء عن مشاورات وعن اتصالات لوقف لإطلاق النار، جاء الرد الأمريكي واضح متناغم تماما مع الموقف الإسرائيلي أنه لا هدنة وأنها إدخال المساعدات الإنسانية. وقال الوزير بلينكين أنه يجب زيادة هذه المعونات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، لا يجب أن يتعارض ولا يجب أن يؤخر الجهد الحربي لإسرائيل في القضاء على حركة حماس. أسي ما قاله بلينكين مهم جدا، لأننا نسمع في الأيام الماضية وسنسمع في الأيام القادمة عن مبادرات هنا وهناك، والموقف الأمريكي يوضح أن أي حديث عن زيادة في المساعدات الإنسانية لن يكون في إطار وقف لإطلاق النار. وأنا أذكر حينما تم الإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين وعن الرهينتين الإسرائيليتين وتم الإفراج عنهما في مناطق جنوب قطاع غزة، توقف السلاح الجو الإسرائيلي لعدة ساعات عن استهداف هذه المنطقة، وبالتالي حتى الحديث عن يعني أي تحريك لملف المخطوفين من وجهة نظر الوزير بلينكين لا ينطوي عن أي وقف للعمليات من قبل الجانب الإسرائيلي. صحيح بلينكين قال وحث الجانب الإسرائيلي على تجنب قدر الإمكان المس بالمدنيين، لكنه لم يربط بين الأمرين، بمعنى أن حينما ركز الوزراء العرب اللذان والوزيران الذين كان معه في المؤتمر الصحفي المصري سامح شكري والأردني الصفدي على ما يحصل للمدنيين الفلسطينيين من قتل، قال أنه يجب تجنب المس بالمدنيين قدر الإمكان، لكنه لم يشترط على إسرائيل وقف العمليات القتالية. صحيح أن بلينكين قال أن حل الدولتين يجب أن يكون هو الحل لإنهاء الصراع الفلسطيني، لكن اليوم الفلسطينيين في قطاع غزة لا يفكرون لا بحل الدولتين ولا بحل الدولة ولا بأي حل آخر، يفكرون كيف ينجو من هذا الوضع القاتل. والمؤتمر الصحفي وهذه الزيارة لم تقدم أي شيء في هذا الاتجاه، وأعتقد أن الموقف العربي
قدر الإمكان كان أيضا متناغما ومتفهما لما تقوم به إسرائيل، يعني موقف عربي خجول سوى في بعض الجمل للوزير الأردني الصفر. يعني يبدو سيد علي أن لا جديد ينتج عن هذا الاجتماع من الناحية الميدانية على الأقل كما أشرت لسكان قطاع غزة. شكرا لك على كل هذه المعلومات علي واكد المختص في شؤون الشرق الأوسط. أتحول إلى إسراء الزير مراسلة I24 نيوز المتواجدة على الحدود الشمالية. إسراء، هل من جديد؟ إذن أسير، في الوقت الذي قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت أن الجيش الإسرائيلي نفذ أنشطة دفاعية عند الجبهة الشمالية وخاصة في الشريط الفاصل بين لبنان وإسرائيل. نتحدث أنه في ساعات الصباح الأولى نتحدث عن غارات إسرائيلية عنيفة طاولت ثلاث قطاعات في الجنوب اللبناني. نتحدث عن القطاع الغربي والقطاع الأوسط بين بلدتي رميش وعيت الشعب بالإضافة إلى القطاع الأوسط. إذن هذه الغارات ترد عليها حزب الله باستهداف قوة إسرائيلية متمركزة على الحدود بين كل من لبنان وإسرائيل بعدة مواقع. نتحدث عن جل العلام ونتحدث أيضا عن الملكية والمطلي وبعض المواقع أيضا مثل حدب البستان المحاذية للحدود بين كل من لبنان وإسرائيل. استهدفت بصواريخ لحزب الله. أكد حزب الله أنه أوقع العديد من الإصابات المؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أيضا أنه استهدف ودمر أجهزة تقنية وفنية للجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد يوم شهد هدوء نسبي في الجبهة الشمالية بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي رسم خطا أحمر جديدا في طاولة المعركة في الجبهة الشمالية أن الحزب لن يترك لا غزة ولا حماس تهزم في هذه المعركة. ما خرج به الأمين العام يوم أمس أثار قلق ربما رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق باراك، والذي خرج وقال أن على إسرائيل أن تتأهب من أن يقوم حزب الله بمهاجمة مفاجئة في الجبهة الشمالية. إلا أن مخرجات كما ذكر السيد علي واكد في الأردن مع اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، آخر التصريحات كانت عن طريق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقات، لقد سمعت نفسي في الوقت القليل الماضي، نجيب ميقات، والذي خرج وقال أن ما يفصل لبنان عن الحرب هو القانون الدولي 1701 والذي ينص على فك النزاع بين طرفي النزاع. نتحدث هنا عن لبنان وإسرائيل، وأن لبنان لا تريد أن تدخل هذا الحرب إلا أن هذه الحرب مربوطة ارتباط وثيق بوضع الميداني في قطاع غزة. الوضع الميداني في قطاع غزة هو ذاته الذي ربط به الأمين العام يوم أمس الوضع والتصعيد في الجبهة الشمالية، وقال أنه مرهون بشكل وثيق بالوضع والتطور الميداني في القطاع الغزي، وذلك أتى بعد قيام حزب الله في الوقت القليل الماضي. نتحدث عن ما قبل عشية الخطاب للأمين العام، والذي قام حزب الله بإطلاق ما يزيد عن 25 صاروخا بين كورنت وهاون، استهدفت عدة مناطق في الجليل الأدنى والغربي وأيضا الجليل الأعلى. شكرا لك كافة المستجدات أسير من الجبهة الشمالية إليك. شكرا لك إسراء على كل هذه المعلومات. هذا الثاني من الجبهة الشمالية. أتحول إلى الجبهة الجنوبية وإلى عمر ربيع مراسل I24 نيوز المتواجد جنوب إسرائيل. عمر، هل من جديد في الساعة الأخيرة؟ هل هناك إطلاق قذائف صاروخية لربما على غلاف غزة؟ لأنه قبل ساعة كان هناك إطلاق صاروخ بعيد المدى، ولكن يعني لتغيير الواقع على منطقة إيلات. نعم أسيل، إذن الصاروخ الذي أطلق صوب إيلات كان مصدره حماس، إذ تبنت الحركة إطلاق هذا الصاروخ علما أنه في البداية كانت الشبهات تحوم حول الحوثيون في اليمن بالوقوف وراء هذا الإطلاق. على كل حال فإن هذا الصاروخ تم اعتراضه عبر منظومة الدفاع الجوي السهم أو حيت، ولم يكن هناك أي إصابات أو خسائر مادية في الممتلكات. نتواجد في مدينة سديروت، وقبل قليل انفجرت يعني قذيفة أطلقت من قطاع غزة قبل دقائق. كان هناك صافرات إنذار في المكان الذي نتواجد به، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية أو يعني أضرار في الممتلكات. حاليا المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف أهداف داخل القطاع، ونحن في يوم السبت قام الجيش الإسرائيلي والإعلام العبري أيضا بتلخيص
ما يجري الآن داخل قطاع غزة من وجهة نظر إسرائيل. إسرائيل تحاول أن يعني تعزل وتحيد شمال القطاع عن جنوبه، والإعلان عن هذه المنطقة منطقة شمال قطاع غزة منطقة قتال، وتدريجيا تحاول خنق أو تقليص المساحة للمقاتلين الفلسطينيين هناك. أما حول يعني قدرات حماس فإن الجيش الإسرائيلي يقول إن هناك عمليات كر وفر من وإلى الأنفاق تقوم حركة حماس عبر هذه الهجمات باستهداف المدرعات الإسرائيلية والدبابات عبر سلاح مصنوع محليا، وغالبية هذه القذائف هي ارتدادية أو يعني هي تقوم بانفجارين، الأول يعني ضرب الآلية ومن ثم يعني القيام بانفجار داخلها، وهذا الأمر بدون شك يعني يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة ومؤلمة جدا له. حاليا بإمكاننا سماع صوت المدفعية الإسرائيلية وهي تستهدف شمال القطاع. أيضا من ورائنا كان قبل قليل قذائف إنارة للجيش الإسرائيلي، وبإمكاننا أن نستنتج أنه يقوم بنشاطات في هذه المنطقة وهو بحاجة إلى الإضاءة في ساعات المساء. طبعا ساعات المساء هي تعتبر ذروة القتال وذروة النشاطات الإسرائيلية داخل القطاع، وهناك العديد من الاشتباكات التي يعني تجري على عدة محاور داخل القطاع، هكذا بحسب الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أيضا أسيل أنه فتح ممرا إنسانيا لكي ليتسنى للسكان المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة إلى الانتقال إلى الجنوب جنوب القطاع. وهذه يعني دعوة كان الجيش الإسرائيلي قد عاد وكررها في العديد من المناسبات سابقا. الجيش الإسرائيلي يريد إخلاء شمال قطاع غزة من المدنيين لكي يعلن يعني من لمنطقة الشمال أنها منطقة قتال وساحة قتال شرسة وضارية، ويتقدم على ثلاث محاور الشمال والشمال الشرقي، إضافة إلى يعني في وسط قطاع غزة منطقة جحر الديك حتى شارع الرشيد وهو المحاذي للشاطئ والساحل الغزي. شكرا لك عمر على كل هذه المعلومات. حدثني من جنوب إسرائيل. أرحب هنا بضيفي الضابط جاي بوران، طيار سابق في القوات الجوية الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد جاي. يعني قبل قليل كان هناك استهداف من قبل حركة حماس وتحديدا كتائب القسام لإيلات بصاروخ عياش 250 بعيد المدى. هل هذا الأمر يجب أن يغير أي شيء في التكتيك العسكري داخل قطاع غزة؟ لا أنا لا خشيف. لا أعتقد ذلك. الصاروخ على فكرة أطلق باتجاه العرب وليس إيلات، ومنظومة حيتس تصدت لهذا الصاروخ، وهذا مهم لأنه يعطي ثقة بأن الحيتس يعمل كما يجب، لأنه بدأوا باستخدامه الآن. ولكن من ناحية معنى ذلك في الحرب لا يوجد لهذا أي معنى. هون الإشكالية الأكبر هو الإطلاق باتجاه الوسط. طيب سيد جاي، يعني حول ما يدور الآن في قطاع غزة وأيضا مرتبط بما يدور في الجبهة الشمالية، وزير الأمن يوآف جالانت قال أن غالبية سلاح الجو متواجد الآن في الجبهة الشمالية، وفي الساعات الأخيرة تقدم القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بات أبطأ من الأيام السابقة أو حتى الساعات السابقة. إذن هل هناك تأثير مباشر لتواجد غالبية سلاح الجو على الجبهة الشمالية؟ كلا، ما قاله جالانت وكذلك رئيس الأركان كتحذير لحزب الله لنصر الله بأنه فقط أقل من نصف سلاح الجو يعمل في غزة، يعني أن هناك الكثير من القوات والطيارين الذين يستطيعون العمل في الشمال. العمل في غزة والنشاط في غزة أبطأ بسبب نمط العمل على الأرض، لأنه مبني على التقدم البطيء وليس متعلقا بنشاط سلاح الجو. هناك ضرب أيضا من الجو، ولكن عندما يكون هناك مدرعات وجنود فإن
قصف سلاح الجو يجب أن يكون دقيق أكثر لكي لا تصيب قواتنا. هذه ليست مشكلة كمية القوات. سلاح الجو يعمل ولكن بطريقة أخرى تختلف عما كان قبل أن دخلت القوات المشاة. سنكمل في هذا النقاش. دعني أتوجه إلى الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية ضياء حسن المتواجد في قطاع غزة. ضياء، المشهد في الساعة الأخيرة. نعم، لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة وبشكل متفرق. قبل قليل وزارة الصحة في قطاع غزة تحدثت عن إحصائيات مهمة تتعلق باستهداف الأطفال بشكل مباشر، وقالت أن الاحتلال يقتل طفلين ويصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، وأن الاحتلال قتل 3900 طفلا وأصاب 8067 آخرين. نحن نتحدث عن 1250 طفلا لازالوا مفقودين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أيضا لازالت الغارات الجوية، طالت حي تل الهوى، طالت مخيم الشاطئ عفوا. هناك تم انتشال 9 شهداء من أحد المنازل في حي الزيتون قبل قليل. نتحدث أيضا عن استهدافات في مناطق متفرقة، لكن لوحظ أيضا اليوم أن جيش الاحتلال أعلن عن فتح الطريق صلاح الدين الواصل بين محافظات وسط وجنوب قطاع غزة عن شمال قطاع مدينة غزة، وقال أنه سيفتح من الواحدة إلى الرابعة أصلا لتمكين سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب، لكن فوجئ السكان باستهدافهم وعادوا أدراجهم في منطقة محيط محرر 2 على طريق شارع صلاح الدين. أيضا تم استهداف عدة سيارات على طريق الرشيد الساحلي، وكان هناك 6 شهداء على ضياء. ماذا يمكن أن تطلعنا على التقدم البري للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة؟ التقدم البري لاحظنا تراجعا ملحوظا، ليس كبيرا ولكنه يعني لمسافة قصيرة في منطقة شمال غرب مدينة غزة. كانت القوات الإسرائيلية تتمركز على تقوم مخيم الشاطئ، لكنها عادت إلى أطراف محيط منطقة المخابرات أو محيط مسجد الخيل بما يعرف. أيضا تراجعت من منطقة محيط الخزندار في محيط منطقة الإكوام إلى منطقة الطريق الساحلي إلى الخلف، لكنها توغلت في المقابل بمنطقة العطاطرة بشكل أوسع، واستعاد توغلها في منطقة العطاطرة. وهذه المناطق التي أذكرها هي في مناطق شمال غرب قطاع غزة وشمال غرب مدينة غزة، وهي منطقة متلاصقة لا تبعد سوى 3 كيلومتر عن بعضها البعض في الحجم العام. في جنوب مدينة غزة عند حي الزيتون وحي تل الهوى وفي محيط شارع صلاح الدين وشارع الرشيد لازالت الاشتباكات عنيفة جدا. التقدم بطيء جدا، واضح أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة. وكما ذكرت في المداخلة الأولى أن كتائب القسام استخدمت لأول مرة في تلك المنطقة عند حي تل الهوى صاروخ كورنيك، وهو صاروخ سوفيتي روسي من عهد الاتحاد السوفيتي وشبيه بالكورنيت، لكن مدى الكورنيت ربما أكثر قوة بستة كيلومترات، وهذا يصل لأربع كيلومترات بشكل قاتل. كتائب القسام قبل قليل نشرت مقطع فيديو يظهر عمليات قتال مباشرة والتحام مباشر بين قواته ومقاتليه وبين الجيش الإسرائيلي في منطقة تتحنون بإطلاق قذائف مضادة للدروع اتجاه تلك القوات في داخل المنازل، وكأنها حرب شوارع. باعتقادي كتائب القسام يعني تفضل الكثير من العمليات التي تدور في داخل المناطق السكنية باعتبارها أنها فرصة لها لتكتيك القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. لكن بالأمس نشرت نقطة صغيرة لكن بالأمس نشرت كتائب القسام فيديو مهم ظهر فيه مقاتليه وهم يتحدثون مع بعضهم البعض أثناء عملية في منطقة شرق جحر الديل في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة قرب حي الزيتون. وقال أحد مقاتلي القسام أو قائد المجموعة التي تقود الهجوم لأحد عناصر القسام أن يطلق ويقوم بقتل جندي إسرائيلي بعد أن أصابه وأن لا يقوم بخطفه. بمعنى هذا، وهذا يؤشر أن كتاب القسام لا تريد قتل جنود إسرائيليين، لأن الظروف الأمنية صعب أن تحتفظ بمزيد من الأسرى، صعب أن تؤمنهم في ظل هذه الظروف في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل في كل مكان. ولذلك قصة أسرى الجنود يبدو حاليا في الوقت الحالي في ظل القوات البرية المتوغلة يبدو أن كتاب القسام مستغني عنها في الوقت الحالي. نعم، ابقى معي ضياء. سيد جاي تريد أن ترد، تفضل.
أنا أود أجيب لما شديع أمر. أرد على ما قاله ضياء. نحن طبعا ليس جيش احتلال كما يقول هو، وإنما جيش دفاع. وما يقوم به الجيش هو الدفاع عنا أمام حماس. هذا مأساوي أن أولاد يقتلون هناك، وأصلا أن يقتل المدنيين. من الواضح أن جيش الدفاع يحاول أن تكون كمية المتأذين من المواطنين أن تكون ما أقل، ولكن الجيش يدعو المواطنين إلى إخلاء هذه المناطق قبل أن يدخل لكي لا تضرروا أو يتضرروا بنسبة أقل. المشكلة سيد جاي أن الاستهدافات تطال جميع مناطق أو كل مناطق القطاع، والكثير من الأشخاص أخلوا المناطق الشمالية وتم استهدافهم. هناك أنباء تشير إلى هذا في كل الوكالات الإخبارية سيد جاي. غير صحيح. في المناطق في الجنوب غربا جنوبا من وادي غزة حيث طلب من الناس أن يخلوا، لا يوجد قصف للمواطنين. هذا غير منطقي أن تقوم به إسرائيل. اليوم فتح هذا الممر الإنساني من الشمال لتمكين الناس الموجودين في الشمال الوصول إلى الجنوب، والأدوات الهندسية هجمت وقصفت بأيدي حماس. الجمعية عرف أن حماس يمنع المواطنين من ترك أماكنهم لأنه يستخدمهم كحاجز أو درع بشري، لذلك والكل يعرف ذلك. لذلك فجزء من القتلى المدنيين، ومرة أخرى أقول الإسرائيليين كلنا نأسف على المأساة التي تحدث هناك، ولكن الجهد هو أن نقلل من هؤلاء الضحايا. ولكن مجهود حماس هو قتل ما أكثر من المدنيين والأطفال، وسبب الكارثة التي تحدث المأساة التي تحدث في غزة هو عمل حماس البربري في يوم 7 أكتوبر ولا شيء آخر. سيد جاي، لنتحدث عن ملف المخطوفين قليلا. يعني هناك تظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل في تل أبيب وجميع أنحاء البلاد تطالب بإعادة أو إرجاع المختطفين إلى عائلاتهم ومنازلهم. يبدو أن العملية العسكرية مستمرة في داخل قطاع غزة، ويبدو فعلا أن هذا الملف لا يعطى الأولية القصوى لإسرائيل والجيش الإسرائيلي. هذا ليس صحيحا أنه لا يعطى الأهمية والاهتمام. هناك مشكلة في إيجاد هؤلاء المخطوفين، وجزء من عائلات المخطوفين وكان ورد هذا في إعلانهم يقولون أنه يجب أن نوقف الحرب قبل أن يكون تقدم في مسألة تحرير المخطوفين. منذ البداية مفهوم أن هناك معضلة بين عمل كثيف يهدد حياة المخطوفين وبين التفكير أنه فقط بضغط متزايد على حماس سيدعوهم لأن يتوجهوا إلى صفقة. لذلك طلب العائلات وهذه المظاهرات، أنا اشتركت بالأمس في مظاهرة مثل هذه، وهذا تضامن مع ألمهم. ولكن هذا ليس موضوع أن افعلي حكومة 1-2-3، لأنه لا أحد يعرف ما الذي يجب أن يفعل لتزيد نسبة احتمال تحريرهم. تحول الآن سيد جاي إلى مراسل 24 نيوز فراس حسن المتواجد في رام الله لتحدثنا فراس عن التظاهرات الآن هناك لديك تنديدا بما يجري والحرب على غزة. نعم أسيل، في هذه الأثناء بدأ تجمهر مئات الفلسطينيين في رام الله وعدد من مدن الضفة الرئيسية إذانا بالمسيرات منددة باستمرار الحرب في قطاع غزة، تلبية لدعوات نقابية وفصائلية، وربما ستتحول في عدد من مناطق إلى مواجهات واشتباكات كما حدث في مسيرات نظمت على مدار أيام الحرب في قطاع غزة. وما زالت أيضا حالة الاستنفار في منطقة قلقيلية متواصلة بحثا عن منفذ أو منفذي الهجوم المسلح الذي أصيب فيه جندي إسرائيلي قرب قرية عزون شرق مدينة قلقيلية. القوات
الإسرائيلية أيضا شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط قلقيليا وأغلقت مداخل المدينة خصوصا المدخل الجنوبي، كما أغلقت المدخلين الشرقي والغربي لقرية أيضا النبي الياس شرق مدينة قلقيليا بحواجز عسكرية أسيل. ورغم إغلاقات أيضا السلطة الإسرائيلية على المدخل الرئيسي للبلدة بالبوابة الحديدية منذ أيضا 7 تشرين الأول، إلا أنها نصبت أيضا حاجزا عسكريا على المدخل الفرعي الغربي المؤدي للبلدة. في قرية أيضا بالعين غرب رام الله اندلعت مواجهات عنيفة أصيب خلالها فلسطيني بالرصاص الحي، وما زالت أيضا المواجهات مستمرة. أيضا اليوم أسيل عقد لقاء جمع بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية والمبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. خلال اللقاء جدد شتية رفض السلطة الفلسطيني للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخر هذه المحاولات كان خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصد التي تم تحويلها إلى الضفة الغربية. شكرا لك فراس حسن على كل هذه المعلومات، حدثني من رام الله. أعود إلى ضياء، جملة أخيرة أو تعقيب أخير منك على ما قاله السيد جاي. في النهاية هو يقول ما يريد، سواء يوصف جيشه كيفما يريد، لكن أنا أصفه كفلسطيني جيش احتلال. هو احتل أرضنا ويقتل الأطفال هنا في قطاع غزة ويقتل الرضع ويقتل الجميع من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. هذا ليس فقط كلامي، ولا أتي بكلام من عندي، هذا بكلام حتى مفوض عام الأونروا قال لا يوجد مكان آمن. أمين عام الأمم المتحدة قال لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، الجميع أنا مستهدف في القطاع الطفل الرضيع. مراسل في تلفزيون فلسطين الزميل محمد أبو حطب استهدف مع أطفال وعائلته، ليس له ذنب فقط سوى أنه كان ينقل الحقيقة. هنا وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة كان ينقل الحقيقة، استهدفت عائلته وهي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة التي تصنف منطقة آمنة. أيضا الزميل محمد أبو حطب في خان يونس وهي منطقة آمنة. أنا أتحدث هنا عن زملاء الصحافة، فما بالنا بالأطفال الرضع عندما ترزق سيدة بعد 19 عاما من الحرمان بأربعة أطفال توأم ثم بعد شهرين فقط، فماذا يبقى من إنسانية؟ هذا جيش مجرم، جيش للأسف. عدو بكل الكلمات. لم يتبقى لي الوقت، شكرا لك جزيل الشكر ضياء حسن الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية، حدثين من قطاع غزة، وأيضا للسيد جاي بوران ضابط وطيار سابق في القوات الجوية الإسرائيلية، شكرا على كل هذه المعلومات، ولشبكة مراسلين في الميدان. وأنتم مشاهدين الأعزاء شكرا لكم على طيب المتابعة، تابعونا مجددا على رأس الساعة، وإلى اللقاء.